الرؤية والسمع أمران يتطلبان الشجاعة. Küçük bir kıvılcım ya da rüzgarda sallanıp duran bir alev, eğer yüreğinizden düştüyse, kendi yolunu aydınlatır karanlıkta. Sonra büyür, parlayan bir deniz feneri olur. عندما كان برنامج المدينة ورمضان برنامجاً تلفزيونياً متواضعاً، بدأ يضيء كشمعة صغيرة في عام 1996، وقد أظهر نور تلك الشمعة الصغيرة أكثر الناس الذين يحتاجون إلى المساعدة. وبازدياد عدد فاعلي الخير، تحول نور تلك الشمعة في عام 1998 إلى جمعية دينيز فنري منارة البحر. تقوم جمعية دينيز فنري منارة البحر بإيصال المساعدات عبر أفضل الطرق لأصحاب الحاجة دون أي تمييز. لقد استحقت دينيز فنري منارة البحر نيل جائزة المجلس الوطني التركي الكبير إزاء خدماتها المتميزة، وتقدير لنظام عملها القائم على تسجيل أدق التفاصيل من لحظة تقديم الهبات وحتى لحظة إيصال المساعدات لأصحاب الحاجة. حظيت جمعية دينيز فنري منارة البحر باعتبارها منظمة مجتمع مدني باعتماد رفيع المستوى على الساحة الدولية، وأصبحت عضواً استشارياً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، وهي تقوم الآن بأعمال مشتركة في كافة أرجاء العالم مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المدنية في عمليات الإغاثة العالمية، حتى أنها أول مؤسسة مساعدات تركية حازت على الأيزو 9001. تعتبر دينيز فنري منارة البحر رائدة في تكوين وتنمية روح التضامن الاجتماعي، حيث تستمر في تقديم مساعداتها من خلال بنية مؤسساتية شفافة تمر عبر 5 أنواع مختلفة من الرقابة، تتم مراقبتها بانتظام من قبل لجنة المراقبين المنتخبة ومراقبة الجمعية العامة ومراقبي جمعيات وزارة الداخلية وإحدى لجان المراقبة الدولية المستقلة، بالإضافة إلى المراقبات التي يقتضيها نظام الجودة الأيزو 9001. كما يمكن للمتطوعين والمانحين مراقبة فعاليات الجمعية عن طريق متابعة خطى المساعدات. إن ثقافة تبادل المساعدات والتضامن هي إحدى مفاخر تاريخنا العريق، لذا تمكنت دينيز فنري منارة البحر التي تمتلك هذه المشاعر والتراث الثقافي من إيصال مساعدات نقدية وعينية من أغذية وملابس وأدوية ووسائل تعليم إلى 446,508 عائلات من أصل 550,000 عائلة مسجلة لديها، إضافة لتلبية احتياجات 2.5 مليون من أبنائها الأتراك. تقدم دينيز فنري منارة البحر مساعداتها عن طريق تحديد الاحتياجات بعد إجراء مسح ميداني على أرض الواقع. إن دينيز فنري منارة البحر التي تقوم بإيصال مساعدات فاعلي الخير لذوي الحاجة خلال شهر رمضان، تتولى أيضاً وكالة مواطنين الراغبين في نحر الأضاحي ضمن بيئة صحية، إضافة لإيصال لحم الأضاحي ومنتجاته إلى العائلات الفقيرة على مدار العام كاملاً. يتم ذبح أضاحي المانحين من نذور وعقيقة وغيرها وفقاً للأصول الإسلامية وبإشراف مسؤولي الجمعية والأطباء البيطريين، حيث يتم إبلاغ المانحين بذلك عن طريق الرسائل الهاتفية والخطية. كما قامت الجمعية منذ أكثر من 6 سنوات بتقديم وجبات ساخنة لآلاف المحتاجين بواسطة مطاعم الفقراء، كما أقامت مشروع الفراشة الزرقاء لدعم مئات الآلاف من الطلبة الذين يفتقرون للإمكانيات المادية لمتابعة تعليمهم،
وإنشاء مدارس لهم. تقوم دينيز فنري منارة البحر بتأمين ملابس للمحتاجين بحسب رغباتهم عن طريق محلات الألبسة الجوالة التي افتتحتها في كافة أرجاء تركيا. أما في الأماكن الأخرى فيتم إيصال معونات الألبسة حتى منازل ذوي الحاجة. تقوم دينيز فنري منارة البحر بتقديم المساعدات الصحية في مختلف المجالات، من الأدوية إلى التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية وتركيب الأسنان. وقد تمكنت دينيز فنري منارة البحر من ترميم المنازل المتهالكة والمهملة وإنشاء منازل جديدة فآوت 800 عائلة عن طريق مشروع منزلي جميل، إضافة إلى أنها تستضيف في دور الضيافة في كل من إسطنبول وأنقرة ذوي المرضى القادمين لهاتين المدينتين والذين ليس لهم مأوى. كما تقوم جمعية دينيز فنري منارة البحر بتقديم الأثاث المنزلي للعائلات الفقيرة أو التي تضرر أثاثها جراء الكوارث. وعن طريق مشروع السوارة الذهبية تقوم بممارسة النشاطات التدريبية لمن لديهم قابلية من ذوي الحاجة لإكسابهم مهناً في مختلف المجالات. كما تقوم بتقديم المستلزمات وآلات الخياطة للناجحين في دوراتها التي يتم تنظيمها بالاشتراك مع مراكز التدريب الشعبية. في الكوارث الطبيعية أياً كانت المنطقة التي وقعت فيها، تعمل دينيز فنري منارة البحر على الوصول إليها في أقرب وقت وتقديم العون لضحايا الكوارث من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة لضحايا الكوارث. تقوم دينيز فنري منارة البحر بإيصال المواد الغذائية والملابس والأغطية وأكياس النوم وأدوات التدفئة ومواد التنظيف والمستلزمات الطبية وتقديم المطابخ الميدانية. ومن ثم تقوم بتأمين المأوى للضحايا عن طريق نصب الخيم وتشييد المنازل المسبقة الصنع. لقد أنجزت دينيز فنري منارة البحر بنجاح عشرات المشاريع داخل البلاد وخارجها منذ تأسيسها وحتى الآن. وعن طريق مشروع التحول الاجتماعي فتحت دينيز فنري منارة البحر باب العيش أمام 238 عائلة في مجالات تربية النحل والأسماك والغنم وإنتاج الفواكه والخضروات. فقدم مشروع تربية النحل 1770 خلية عسل ل 48 عائلة، وقدم مشروع إنتاج الفواكه 14000 شتلة ل 74 عائلة. كما قدم مشروع تربية العنز 525 عنزة ل 23 عائلة، بينما قدم مشروع البيوت البلاستيكية الزراعية تأمين هذه البيوت لخمس عائلات. وفي إطار مشروع أنقذ حياة أمكن إعادة عائلات إلى الحياة بإخراجهم من أوضاعهم الحرجة، وذلك عن طريق تقديم مساعدات نقدية بمبالغ كبيرة لمرة واحدة. فقد حقق هذا المشروع آمالاً جديدة ل 300 شخص من 81 عائلة. تقوم دينيز فنري منارة البحر بقراءة الرسائل الواردة من آلاف الأطفال والتي تحمل أمنياتهم، فتعمل على تحقيق هذه الأمنيات، حيث تم بهذا المشروع الذي ينظم في كل عام تحقيق أمنيات 20,000 طفل. أما بمشروع الماء حضارة، تم إيصال الماء لآلاف الناس المعرضين للعطش في تركيا وفي الدول الإفريقية. تحت شعار لا يمكن القضاء على الفقر عن طريق المساعدات، وانطلاقاً من هذا المفهوم قامت دينيز فنري منارة البحر بإقامة مركز أبحاث الفقر الذي يقوم على إجراء أبحاث ودراسات علمية بشأن الفقر وسياساته. فتعمل الجمعية على إيجاد حلول دائمة لمعالجة الفقر. إن جمعية دينيز فنري منارة البحر حريصة على حمل مسؤولية نور الخير، لقد رفعت دينيز فنري منارة البحر علمنا بشرف عن طريق المساعدات التي قدمتها في 47 دولة منذ عام 2005 وحتى اليوم، مساهمة في رفع مكانة تركيا عالياً.
فهرعت جمعية دينيز فنري منارة البحر لمساعدة الفلسطينيين في أعقاب الحرب، وقامت بإيصال المساعدات النقدية والعينية من أجل احتياجات سكان غزة. وفي النيجر قامت بتنفيذ مشروع حفر الآبار من أجل تخفيض تأثير شح الماء، فحفرت آبار مياه الشرب ومياه الري في عشرات القرى، كما قامت بإجراء آلاف عمليات العيون ومعالجة الالتهابات في المركز الصحي الذي أنشأته. ولا تزال دينيز فنري منارة البحر مستمرة في تقديم خدماتها الصحية مع الأطباء المتطوعين، كما تركت الجمعية أثراً هاماً في مجال التعليم بإنشائها مبنىً يتسع لثلاثة آلاف طالب، ملحقاً بكلية التعليم بجامعة جمال بيدج في مدينة مستار في البوسنة والهرسك. لقد قدمت دينيز فنري منارة البحر دعماً كبيراً للتعليم في أندونيسيا في أعقاب كارثة تسونامي، بالإضافة إلى إنشاء مئات المنازل للمتضررين. أما في أعقاب الزلزال الذي ضرب باكستان، فقامت بإيصال 51 شاحنة مواد إغاثة، ووزع 3800 خيمة من النوع القطبي المقاومة للبرد، ومواد غذائية لعشرين ألف عائلة. كما أقامت دينيز فنري منارة البحر مدارس في باكستان، بالإضافة لدعمها في إعادة بناء جامعة خزارة. إن جمعية دينيز فنري منارة البحر التي تستمد قوتها من نور الخير الكامن في إنساننا، مستمرة في أعمالها منذ اليوم الذي تأسست فيه وحتى اليوم دون أي تمييز في الدين واللغة والعرق. لقد تمكن نور الشمعة الصغيرة الذي تحول إلى دينيز فنري منارة البحر من الوصول إلى ملايين الفقراء. إن دينيز فنري منارة البحر مستمرة دون توقف في تقديم خدماتها بدعم من فاعل الخير والمتطوعين، ولا سوف تستمر في الوقوف إلى جانب كل من يحتاج للمساعدة طالما أنار الخير قلوب الناس. دينيز فنري منارة البحر، حركة الخير لهذا القرن. نداء مركز دينيز فنري منارة البحر 01-22-414-60-60 www.denizfanery.org.tr